أحلى شباب، يسعد لي مساكم. بدنا نتعلم عزف أغنية اسمها لالا بالستوبة. خلينا نشوف لكم بس لمين أول شي. هي لابس ثوبة ومن العشقة يا ناس. صراحة ما بعرف مين بغنيها، بس كلها مجوز يعني. أنا مشرق السي والمية يا شباب، تمام. الإيقاع لف، حاطط السرعة فيه، عم بعزف طبعا على أورج الجوال. طلبتوا مني كثير أغاني بس لحتى أجيب إيقاع بتكون، طولوا لي بالكم شوي. ماشي يا حبايب القلب، السرعة حاطة 86. أنا إيقاع لف، اسمعوا. رح نستخدم صوت مجوز. هاي موسيقى الأغنية يا شباب. هلا رح نلعبها مع الإيقاع. هذا اول مقطع. هسه شباب في مقطع ثاني بالكلمات بحكي ومن العشقة خايف، انه هيك بس على نفس اللحن. هسه مع الايقاع. شباب هلق بفوت بصوت مجوز. بتثبتوا ايدكم هون. هسه رح نلعبها مع الايقاع. بعدين شباب مقطع مجوز هيك. هالحركة ما خاصة، بس طلعت حلوة على الأغنية، فينا نلعبها. بعدين شباب بفوت بالمقطع هيك.
حب بعدين برجع بمقطع كلمات نفس اللحن. انا شباب بفوت بتشيلي هيك بعدين شباب بيختم الحركة هيك. أسمع الإيقاع. شباب بفوت بهاي الحركة. شباب ما خاصة بالأغنية بس طلعت معي هيك. فين العامل بهذا الصوت أحلى؟ شباب بعدين برجع للكلمات وبعدين بفوت بموسيقى هيك. كله نفس اللحن، يعني أغنية طويلة بس بتكرر فيها اللحن، بس بتغير الكلمات بس نفس اللحن. بعدين شباب في حركة مجبز هيك.
نفس اللحن الاغنيه شباب. ان شاء الله تكون عجبتكم، اعطونا لايك، اشتركوا بالقناه، فعلوا الجرس، واكتبوا لنا بالتعليقات شو بدكم، وان شاء الله مثل العاده ما بنقصر مع حدا، متاخر شوي بسبب ظروف الشغل. تحياتي للجميع.